نقابة المهن الحرة قالت كلمتها اليوم أمام المجلس النيابي رافضة مشروع قانون الكابيتال كنترول. رفعوا الشعارات واللافتات التي تطالب بحقوق المودعين وبإلغاء الجلسة المقررة لإقرار المشروع. الطبيب نزار القاضي: احنا اليوم هون لنسجل موقف ونوقف ضد هذا القانون يلي هلكنا يلي تعبنا يلي عم بيروح مدخراتنا. قلنا حوالي 55 سنة عم نجمع بالمصاري لحتى ندفع للتقاعد ونحسن وضع الطبيب، هلأ بدهم بهذا القانون يطيرونا إياه. نحن ضده لو قد ما كلفنا. ماذا يقول كل من نقيب الصيادلة جو سلوم ونقيب خبراء المحاسبة سركيس سقر عن القانون؟ أول شيء أنا بدي أهني اللبنانيين أنه اليوم نحن حطينا أول مسمار في نعش سرقة أموال الشعب وأموال المدعين. تم إلغاء جلسة اللجان المشتركة ونحن رح نكون كنقابة صيادلة. في لزوم ننزل نزلنا، ولكن كابيتال كنترول تأخر كثير في مؤامرة يا أخوان. الكابيتال كنترول كان من أول يوم بلشت الثورة كان مفروض يجتمعوا كل المسؤولين ليلة نهارا بما فيهم رأس الأحزاب بما فيهم المعارضة بما فيهم الموالاة، يقعدوا من أول يوم يشوفوا وين الخسارة. يا أخي واحد عنده مؤسسة عم تخسر. إلى ذلك حصل إشكال خارج المجلس بين الجيش والمودعين على أثر مرور موكب أمني للوزير السابق يوسف فينيانوس، فاعترضه المحتجون ناعتين إياه بمجرم المرفأ، فاحتجز في السيارة لدقائق ومن ثم عاد الأدراج بعد أن حصل تدافع بين الجيش ومحتجي النقابات. تراز الخوري، صوت لبنان.